ارتفاع أسعار المواد الأولية الذي أثقل كاهل المواطن رغم التقاء الحكومة برجال الأعمال في 10 أغسطس الماضي، لا تزال الأسواق على حالها، مشكلة يرجعها التجار إلى الجمارك والنقل وارتفاع أسعار المواد عالميا. المعيش بقى غالي ده سهل، لكن المعيش غالي ده ما من علينا من التجار. نحن لسنا السبب في ارتفاع الأسعار، سابقا نحن نشتري الزيت من إندونيسيا ب$2700، الآن أصبح ب7 إلى 8 ألف دولار. عندما يزيد التجار الجملة السعر نحن أيضا نزيد السعر، إذن نطلب من الحكومة التخلي عن الضرائب الجمركية لنرى على ماذا يؤلق تجار الجملة مشكلة السعر. مهما كان السبب يظل المواطن هو الضحية التي تدفع ثمن الغلاء المعيشي، ويطالب الحكومة بالنظر إلى حاله والتخفيف من معاناته. زيارة المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي حسن بخيت جاموس إلى الأسواق تتطلع إلى ضبط السوق ومعرفة أين يكمن الخلل وما هي وسائل العلاج. رأينا أن مشكلة السعر حقيقية وتتفاوت من تاجر لآخر، واستمعنا إلى مطالبهم وسننزل إلى الميدان لنرى إن كانت حقيقية أم لا. تبقى الكرة في ملعب الحكومة والتجار لإيجاد حل وسط يساعد المواطن ويحسن من ظروفه الاجتماعية.